ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انا اسفة قوي ان الحلقة دي نازلة في النص التاني من رمضان. للأسف انا ما كنتش قادرة انزل حاجة في الفترة اللي فاتت مع حرب غزة، كنت صادقة معاكم. واصلا الفيديو اللي انا مصوراه ده كان اول مرة امسك كاميرا وانزل الشارع، مثلا من 15 بالظبط، من ساعة الوقت الحرب. كل سنة وانتم طيبين. دي الجولة السنوية، ربنا ما يقطعها عادة، في سوق رمضان تاني للمرة المليون، رمضان في شارع السد بالسيدة زينب. هي المرة دي طبعا مختلفة عن كل مرة، ان هي في وقت الأزمة الاقتصادية. هنبدأ من الديكورات رمضان. هي كانت بتبدأ من سعر 5 جنيه لغاية 500 جنيه إلى ما فوق. دلوقتي على فكرة طالعين موضة اللي هي الحبال اللي بتنور دي، عارف نزلني من مكان. مساء الخير، مش عايزه اسال، هي دي بكام؟ ال 500. شكرا. للبلح والحق يقال هي أسعاره، أنا حاسة ما فيش تغير كبير، لأن مصر هي نمرة واحد في إنتاج البلح عالميا، فسعره إحنا أوريدي بنصدره، فهو سعره كويس العادي. بس ده البلح مش التمر. اسمك إيه؟ ريتاج. إزيك يا ريتاج؟ قولي لي ريتاج، العرايس دولت بكام بقى؟ 150 و250 و350 و350 و450 150. دي ب 150، طمطم 150. اوكي. على فكره طمطم دي بتنور وبتغني، وريتاج وريتني ازاي اسكتها واخليها تغني. كده اهو. على فكره ده اللي هو كان اكبر صوان في سوق رمضان في السنين اللي فاتت، وكمان في سوق حلاوه المولد اللي هو بيديره عيله واحده، هو معروف جدا، اللي هو الصوان اللي بيبقى في ظهر جامع السيدة زينب. زي ما انتوا شايفين هو مش صوان، هو مجرد فرشين وعارضين الحاجة، والحاجة اقل من اي سنة رحتها ما عدا سنة الكورونا اللي هي كانت لم يتم اقامة السوق، بس لازال في الروح بتاعت رمضان. يعني يمكن انا بحب المكان فحس ان هي روحه موجودة فيه، بس طبعا هو المعروضات اقل، الحاجات اقل، الاسعار كتيرة. وهو الى الفوانيس، فوانيس رمضان السنة دي هي طبعا احنا الانتاج بتاعنا كله محلي بعد منع الاستيراد، وعلى كده كانت اسعار الفوانيس زادت بتوين 20-40%، لان طلع ان مدخلات الصناعة كالعادة ابتداء من الحاجات المستخدمة في الألوان والإزاز وكده إلى الشيبس الصغيرة اللي بتعمل مزيكا، كلها مستوردة من بره. وإلى ممر الفوانيس الشهير اللي هو كل البلوجرز والإنفلونسرز بيروحوه، بس كان بالليل. طبعا هو بالليل بقى خرافي أهو. أنا بس مسرعة شوية لأن أنا أخدت الطريق كله للآخر رايح جاي. طبعا هي الفوانيس أسعارها بتبدأ من 15-35 جنيه إلى ما فوق، إلى حوالي 4000 جنيه. هوريكم الفوانيس هم 4000 جنيه بعد دقيقتين. مساء الخير، عايزة أسأل سؤال، الفوانيس اللي هي كبيرة دي أسعارها كام؟ ده بأربع تلاف واتنين ونص. ده اللي ب 4000، والفانوس ده كمان ب 4000 جنيه، وزبونه هو الاوتيلات والمطاعم. وهنا تنتهي جولتنا، وانا اسفه ان هي متاخره. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه تكون احسن والاحوال احسن. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى شير ولايك وسبسكرايب.